استاذ نادر شكري، اهلا بحضرتك في قناه لوجوس. اهلا بيكم واهلا بقناه لوجوس يا فندم. استاذ نادر، نعرف ان حضرتك في الفتره الماضيه كنت متابع ودائما في وسط الاحداث الاعتداءات الطائفيه اللي بتحصل على الاقباط، بالذات في المنيا وايضا في اماكن اخرى في مصر. تمام. انا السؤال هبتدي سؤال عام، يعني ايه اهم الاعتداءات الطائفيه اللي شهدتها مصر في الفتره الاخيره، سواء كان في المنيا او في اماكن اخرى؟ لو حاولنا نركز على اهم هذه الاعتداءات ممكن نتكلم على ايه؟ شوف حضرتك، انا كنت عامل يعني تجميع لاهم الاحداث اللي مر بها الاقباط خلال اخر 3 شهور، يعني من نص شهر ابريل حتى نصف شهر يوليو. عندنا في انواع مختلفه من الاعتداءات. عندنا في حرق 7 كنائس ومنشآت كنسيه في محافظات المنيا واسيوط والاقصر والقاهره. طبعا كنيسه مريمينا في القاهره اللي قالوا او ثبتوا انها اتحرقت نتيجه يعني ماس كهربائي، لكن باقي المنشآت الكنسيه يعني حرقت اما عن طريق المتشردين او انها حرقت. حتى الان ما فيش نتائج واضحه للاتحاقات والتقارير معمل الجنائي لم تخرج. عندنا حوالي 9 اعتداءات على الاقباط في محافظات مختلفه نتيجه شائعات او نتيجه يعني محاولات من متشردين لاسقاط سيدنا. وعندنا حوالي 5 حالات طعن اقباط من قبل متشددين ايضا في محافظات سوهاج والشرقيه وطنطا وسوق والقليوبيه. دي عدد من الحالات اللي حصلت خلال 3 شهور. لو حضرتك عايز يعني هنتكلم على اهمهم، يعني طبعا احداث الاعتداءات اللي حصلت كان من اهمها او بدايتها في 3 شهور دول اللي حصل على اقباط قريه القرن في محافظه المنيا نتيجة متردد عن شائعة وجود علاقة ما بين شاب مسيحي وفتاة مسلمة، واللي حصل منها تجنيد السيدة المسنة السيدة سعاد ثابت تجنيد كامل، وأيضا حرق 5 أو 6 للأقباط في القرية. والحقيقة نتيجة التحقيقات اللي حصل بعد الضجة اللي حصلت وبعد كلام الرئيس، لكن فوجئنا انه تم اخلاء سبيل جميع المتهمين. اي نعم، هو تم اخلاء سبيلهم بكفاله، لكن الحقيقه القضيه كانت صعبه جدا انك تخلي سبيل كمان الشخص اللي تسبب في هذه الاحداث واللي قام بتجنيد السيده وهو نظير اسحاق ووالده واخوه. اخلاء سبيلهم كان شيء غريب رغم من الحادث الجنائي في حرق المنازل واللي حصل، لكن طبعا كان شيء محبط للاقباط لانه في نفس الوقت هم بيمارسوا ضغوط على الاقباط داخل القريه علشان التصالح. يعني رغم ذلك ورغم ما حدث من غضب للراي العام ورغم تصريحات الرئيس، الا انه حتى الان هناك ضغط على الاقباط للتصالح. الضغط ده يا استاذ نادر، الضغط ده جاي من الجهات المحلية، من العمدة، الضغط ده جاي منين بالظبط؟ طبعا الضغوط مستمرة من قبل الناس في القرية، يعني المواطنين اللي هم المتشردين في القرية بيضغطوا كمان على الأقباط اللي هم الشرف في الموضوع، اعتبار يقولهم يعني انتوا حالكم واقف، مش عارفين تشتغلوا، مش عارفين تخرجوا، لما تخلص الناس دول هيتصالحوا. طب ما هو كده كده المحبوسين ده هيطلعوا اديكوا شفتوا اهو خرجوا هم من الحبس. فطبعا كل الكلام ده وبالفعل احد النواب قعد مع الاقباط في جلسه وحاولوا ان هم يجدوا صيغه للتصالح، وقالوا لهم ان احنا هنقعد قاعده نسيب الموضوع لمده 2 شهر ونشوف تعامل المسلمين هيكون ازاي معاكم. فلما عرضوا الموضوع على الطرف الثاني المسلم، الطرف الثاني استعرض انه يكون الصلح رسمي وان السيده سعاد ثابت تذهب الى الاسم وتتنازل عن المحضر كشرط للتصالح. فطبعا يعني رفضوا هذه الشروط على
اللي اقترحها الطرف الثاني وقالوا لا انتبه القانون. لكن المشكله انه حتى الاقباط ظروفهم صعبه، يعني حتى الاقباط بيخرجوا بحساب يدخلوا بحساب، الظروف بالنسبه لهم عمليه مش سهله. فده استاذ نادر يعني رغم الغضب اسمح لي اسالك سؤال، لكن طبعا الاستمرار اللي حصل ان المنيا يحصل فيها 5 احداث متتاليه خلال شهر واحد كان شيء صعب جدا وكان شيء مريب وشيء بيطرح العديد من علامات الاستفهام حول هذه الاحداث والموقف اللي بيحصل وموقف الدوله والصمت الواضح من الدوله على اتخاذ اجراءات قانونيه واضحه ضد المتشددين. احداث قريه كوميلو في صمالوط اللي اتحرقت منازل الاباط فيها باشاعه ان الاباط فلاح قبطي هيحول منزله الى كنيسه. فكان شيء غريب جدا انه رغم ان القبط ده راح المركز الشرطه وكتب اقرار عن نفسه ان ده بيت مش كنيسه. نعم. لم يرضي المتشددين هذا الامر. راح لعمده القريه وشيخ البلد ومضى ان هذا منزل وليس كنيسه. نعم. لم يعجب المتشددين ايضا فطلبوا جلسه عرسيه. جابوا 15 قبطي من 15 مسلم وقعدوا، والراجل الفلاح البسيط قال لهم والله انا ده بيت وانتم خدوا بنفسكم ابن البيت ولو شفتوا اسير داخل فيه ادوه. ومضى الاقباط على المحضر لكن الطرف الثاني ما رضيش يمضي وقالوا لا احنا مش مصدقين ولازم البيت ده يتهد. تركوا الجلسه وحصل الاعتداء بالليل على الاقباط، حرق 5 منازل. طبعا قمه الترويع اللي شفناه في القريه دي وقمه يعني الافكار الدعشيه اللي كانت موجوده لما حاولوا المتشددين ان هم يرموا بعض الاطفال داخل النار جوه النار المشتعله في المنازل كان امر صعب جدا، حتى انه طبعا الاهالي واسرهم خطفوا الاطفال دول وجريوا بين الزراعات. كان في نص الليل نساء واطفال في حاله ذعر، شيء رهيب طبعا للمشاهد او الافكار الدعشيه اللي بنشوفها في هؤلاء المتشددين اللي في القريه. طبعا حاليا اقدر اقول لك انه الاقباط في القريه دي يعتبر تحت الحصار، يعني تحت الحصار يعني قمه التهديدات الموجهه ليهم بالاكل مباشره. واحنا سمعنا انه في استاذ نادر، احنا سمعنا انه في صلح حصل في قرية كوم اللوفي، الكلام ده سليم ولا مش سليم؟ لا يا فندم، هو كل الحكاية انه قعدوا كذا مرة مع الاقباط بالاكراه كده من غير اي شكل رسمي. نعم. وقعدوا معاهم، يعني هم الخمس اسر دول عايشين في جراج مساحته 24 متر فبيخشوا قاعدين معاهم بالاكراه كده. طب هتتصالح يا هتتصالح خلاص خلاص هنتصالح وهنعوضكم هنرجع لكم البيوت ذاتيا وهنرد لكم البيوت ونتصالح. لكن الحقيقه اللقطات رافضين ان الامر بس خربتهم، يعني اعتداء على النساء كمان، يعني تم اعتداء على زوجه احد الاقباط. فكان بالنسبه لهم هي موضوع كرامه مش موضوع بقى انك انت تعمر لي البيوت. تقصد ايه اعتداء على استاذ نادر؟ يعني الضغط لو بصت مثلا الساعة 6 مساء ما ينفعش حد يخرج من بيته. طيب بس اسمح لي معلش انا اسف ان انا بقاطعك، معلش انا اسف ان انا بقاطعك بس عشان الصورة تبقى واضحة. حضرتك بتقول ان كان في اعتداء على زوجة احد الاقباط، ايه الاعتداء ده نوعية ايه يعني؟ لا لا يعني هو اعتداء بالضرب يعني لكن ما حصلش اعتداء عنف، يعني اعتداء عنف على الاهالي بشكل واضح جدا. ان انا حق مراتي اهم من اي حاجه. فهمت. طبعا حاله الرعب اللي حصلت للسيدات، حتى الاطفال اللي كانوا عايزين يرموهم في النار من غير اي رحمه. يعني عايز اقول لك ده كلام متسجل، يعني الاهالي بيحكوه الاسر بتحكيه بشكل واضح جدا. والاطفال حتى قالوا في النيابه الكاميره، يعني احنا الاطفال راحوا في النيابه وقالوا الاقوال دي. فده كان شيء واضح جدا انه لا الامر مش فكره بقى انه هتعوض للبيوت.